نحن بحاجة إلى المعلم. المعلم الذي كان أيام زمان صدر طبعا لما كنت مديرا للتربية فيما مضى أول مدرسة زرت مدرسة الأستاذ. بعض المنظمات تعطيك يعني نقطة من الطين، ما تعطيك شبع ولا تعطيك يعني تبقيك على رمق. قمنا اليوم تحت حملة بدي مدرستي لمناقشة الواقع التعليمي في سوريا بشكل عام وبمحافظة القنيطرة بشكل خاص، وطرحنا بهذه الندوة مشاكل التعليم ووضعنا بعض الحلول التي من شأنها وضع هذه الحلول لعودة الطلاب إلى مدارسهم، وطرحنا شعار الطلاب بدي مدرستي. هدف واحد بس هو الرئيسي، اللي نحن من خلال مجلس المحافظة من خلال مديرية التربية النقابة الموجودة الخاصة بالمعلمين، احنا نسلط الضوء كله على مسألة او مشكلة المدارس، انه نحن في عندنا مشكلة بالمدارس. هي المشكلة شو هي؟ مشكلة الدعم، مشكلة التركيز على المادة التعليمية او التركيز على المادة المتعلمة، انه نحن شو بنعلم اطفالنا. اذا والشباب هم اشد ما تحتاج لهم سورية غدا لإعادة الإعمار والبدء من النهضة السورية، وهذا سيترك في المجتمع السوري جيشا من الأميين والعاطلين على مستوى سوريا بأكمله.